هي انها كتحافظ لك على جيب كلفها تقريبا واحد $50 $60 في الشهر. انا كنحس براسي محظوظ بزاف. مصطفى شكون هما هاد الناس اللي كيشرو؟ السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله الفيديو غادي يكون سبيسيال، غادي نهضروا فيه على الفيوتشر، المستقبل هنا في ميريكان، هذا المستقبل القريب هنا في ميريكان، واللي كنظن انا بانه غير مساله وقت وغادي يكون هذا الامر غادي يتحقق في جميع انحاء العالم. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون مليء بالمعلومات الموثقه اللي جايه من مصادر حكوميه. بقاو معايا ان شاء الله، الفيديو غادي يكون زوين بزاف وغادي تكون فيه المتعه والاستفاده. انا كنحس براسي محظوظ بزاف، لانني اول طوموبيل غادي ندير في حياتي غادي تكون سياره كهربائيه، وهي هاد المبروكه هذه فاش كانت صور لكم انا دابا. الصراحه انا ما عمرها كانت عندي الفكره انني ندير طوموبيله ديال الضوء، ولكن من نهار جيت هنا الامريكان المراه ديالي هي اللي قنعتني باش ندير طوموبيل ديال الضوء، بحكم انها هي عندها ديجا طوموبيل ديال الضوء وعندها اكسبيريونس معاها، وكانت زعما سعيده بداك الاكسبيريونس ديالها مع الطوموبيل ديالها، داكشي باش انا قررت ندير طوموبيله ديال الضوء. من خلال هذا الفيديو هذا نحاول نهضر لكم على جوج ديال النواع ديال الطوموبيلات ديال الضوء، نيسان ليف والتسلا موديل اس. غادي نحاول نهضر لكم على بزاف ديال المميزات ديال هاد جوج طوموبيلات، غادي نحاول نهضر لكم عاود ثاني على الاكسبيريونس ديالي مع طوموبيله ديال الضوء، وشنو هما الامور اللي كتعجبني فيها بزاف، وشنو هما الامور اللي كتبان لي انا خاصها تطور. واحد من الامور اللي تقدر تحسن لك من الاكسبيريونس ديالك مع الالكتريك كار طوموبيل ديال الضوء، هو انه يكون عندك واحد الديديكيتد لاين للفولتاج ديالو كيكون بين 220 حتى 240 بحال هذا. ها وهذا الديديكيتد لاين هذا يعني واحد الخط ديال الضوء مخصص فيه الفولتاج ديال 220 حتى 240، هو باش كتشارجي الطوموبيل ديالك، لانه نورمالمون الديور هنا في امريكان الضوء اللي كيكون فيهم كيكون غير 110 فولت، وهذيك 110 فولت ما غاديش تشارجي لك الطوموبيل دغيا. عرفت اليوم الجو صيفي ما تاع غير شي حاجه بارده، غادي نمشي دابا ندخل لستاربكس نشوف فيها شي حاجه بارده، ومن هنا كليت نكملوا الفيديو ديالنا. المهم الاخوان المشروب ها هو كيبان مبرع مزيان مزيان مزيان. شوف كيفاش كتبو سميتي مصطفى، معليش ماشي مشكل، المهم هو يكون هادشي مزيان. الله 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 هادشي بنين مزيان. المهم فين خليناها؟ كنتمنى ما يكونش بزاف صداع هنايا لحقاش قريب ليا الشارع. وحده من الامور اللي كتعجبني بزاف في الطوموبيل ديالي هي emergency braking، يعني داك الفران ديال الطوارئ، يعني بمثال لنفرض ان الانسان سايق وسايق بواحد السرعه لواحد الدرجه ان هذيك الطوموبيل اللي قدامه قرب لها بزاف، يعني الا مشات لي فرانات هذيك الطوموبيل يقدر يدخل فيها. الطوموبيل كتعلمك، تقدر تكون هذه القضيه كاينه حتى في الطوموبيلات اللي زعما عاديين ديال المازوت، ولكن هذه واحده من النقاط اللي كتعجبني بزاف. الحاجه الاخرى هي ملي كيكون الانسان راجع مارشاريان، المهم هذيك الامرجنسي بريكين ديال مارشاريان نفعتني بزاف لحقاش ديك الساعه انا ملي يلاه بديت مازال ما تعودتش على السوغان ديال الطوموبيل مزيان. المهم مره كنعود انا راجع مارشاريان وكننسى ما رديتها باش تمشي في الدرايف مود، وكنوطي على الاكسيليتور وكترجع بيا مكسيريا. يعني لو كان ما كانش عندي هذاك الامرجنسي بريكين كنت غادي ندير شحال من كسيده شحال هذا، وليني جاب الله كاين عندي هذاك الامرجنسي بريكين. المهم الطوموبيل كتشوفني انا ما بغيتش نشد فران، كتشد فران هي الراس. خاصية الاخرى هي ملي كتكون سايق في لوطوروت وكتخرج على داك الفوا ديالك الطوموبيل كتعلم كتقول لك رجع، ولا اذا كنت بغيت تبدل الفوا وكاينه شي طوموبيل قريبه لك الفوا الاخر الطوموبيل كتعلمك. وهاد القضيه حتى هي تقدر تكون في الطوموبيلات العاديه حتى هما. اما بالنسبه للطوموبيل ديال المدام اللي هي تسلا موديل اس، فيها بزاف ديال الخصائص كثار من هادشي اللي عندي انا في الطوموبيل ديالي، بحال مثلا عندها سيلف درايف، تقدر الطوموبيل تسوق راسها، واخا هاد القضيه هادي راه مازال ما ليغلش، يعني مازال ما قانونوهاش، مازال ما كايناش قانونيه، وحتى الناس مازال ما وصلوش لديك الدرجه انهم يديروا ثقه في الطوموبيل، لان هاد التكنولوجيا مازال في طور ديال التطور، يعني مازال كيطوروا هاد التكنولوجيا، مازال ما وصلوش لواحد
المرحله ديال انهم يعتمدوا عليها 100%، واني تسلا موديل اس وحتى شي موديلات اخرين ديال تسلا كيجي فيهم هاد القضيه ديال سيلف درايف، يعني الطوموبيل تقدر تسوق راسها. وحاجه اخرى هي طوموبيل كتباركيني بوحدها، هذه من احسن الحوايج. وهاد القضيه هذه كيعتمدوا عليها بزاف ديال الناس، يعني هاد القضيه ماشي بحال سيلف درايف، يعني سيلف باركين كيستعملوها بزاف ديال الناس، الناس اللي عندهم تسلا بالخصوص الموديلات الاولين ديال موديل اس والموديل اكس والموديل واي، فيهم هاد الخاصيه ديال انهم يديروا الباركين، ان الطوموبيل تباركيني وحدها. كدير الباراليل باركين، يعني كتكون الطوموبيل واقفه بحال ما هاك والطوموبيل اخرى واقفه من وراها، وكاين واحد لي سباس باش تباركيني الطوموبيل، غير تجيبها حتى وكانت قادها مع الطوموبيل الاخرى وكتطلع على السيلف باركين وكتباركيني بوحدها. وهي كتكون اغلب الاحيان كتكون هي احسن من الانسان، لان تسلا كاين فيها على الاقل 8 الكاميرات دايرين بها. واحده من اعجب الامور اللي كتعجبني تسلا هي انها بحال التليفون، كدير الابديت بوحدها، يعني دابا تقريبا مره في الشهر ولا مره في شهرين فين ما كان شي ابديت، يعني الميزاجور كتصيفطو غير بار انترنيت، كتصيفط ليها لحقاش الطوموبيل كتكون كونيكتي مع الواي فاي ديال الدار، كيجي الابديت في الليل وكدير الابديت، تفيق الصباح تلقى الطوموبيل ديجا دايره الميزاجور ديالها اوبري. بالنسبه للشارجور تقريبا 90% لا انا ولا المراه كنشارجو غير في الدار. بالنسبه ليا انايا الطوموبيل ديالي كتاخذ تقريبا واحد 6 حتى 7 سوايع باش تشارجا من زيرو حتى 100% في الفولتاج ديال 220 حتى 240. هذه اللي كتشوفوا من ورايا هنا، هذه وحده من البابليك تشارجين ستيشنز ديال تسلا. تسلا نورمالمون كانت دايره الشارجورات ديالها فابور للناس اللي عندهم تسلا، يعني الناس يمشيو يشارجوا دوك الشارجورات البابليك فابور، ولكن بحكم ان بزاف ديال الناس ساءت الاستعمال ديال هذا الشيء، انهم كيخلوا الطوموبيلات ديالهم دوك البلايص ديال الشارجورات لواحد المده طويله وما كيخلوش الناس اخرين يشارجيو، وهاد القانون هذا تبدل. الناس اللي شراو الطوموبيلات ديالهم قبل ما يتبدل هذا القانون باقي عندهم لافونتاج بانهم يشارجوا في هاد الشارجورات فابور. بحال دابا في مثال انا الزوجه ديالي عندها تسلا موديل اس وشراتها قبل ما يتبدل هذا القانون، باقي عندها داك لافونتاج، دابا الا مشات تشارج الطوموبيل ديالها برا ما كتخلص على حتى شي حاجه. وحتى ملي كتجي للدار في المثال دابا تشارجيها في الدار المصاريف ديالها ناقصه بزاف، لانه كتكلفها تقريبا واحد 50 دولار 60 دولار في الشهر. هادشي الا قارناه مع واحد الطوموبيله اللي عاديه ديال الغاز اللي زعما ديال ليسانس، على الاقل عادي تكلف الانسان بين 550 حتى 200 دولار في الشهر، على حساب كلها وشحال تيسوق الطوموبيل ديالو، على حساب الخدمه وعلى حساب المسائل الاخرى. معظم البابليك تشارجرز كيكون فيهم ثلاثه المستويات ديال الشارجور، المستوى البطيء المستوى السريع المستوى السريع جدا. السؤال اللي يقدر يتبادر لكم في الاذهان ديالكم دابا هو شحال ديال الوقت كتشد الطوموبيل باش تشارجا. نورمالمون الطوموبيله كتشد تقريبا من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه باش دير الشارجور ديالها من زيرو حتى 80%، وهذا الشيء راه ما حدو ماشي وهو كينقص، يعني راه ديك المده اللي كتستغرق باش تشارجي الباتري ديالك راه ما حدا غاديه وكتنقص. بالنسبه ليا انا ولا الزوجه ديالي مادام اننا كنشارجي الطوموبيلات ديالنا معظم الاوقات في الدار ما كيكلفناش بزاف ديال الفلوس، وحنا كنحاولوا نشارجيوهم من بعد 12 ونص ديك الوقيته فاش كيكون الثمن ديال الضو ناقص وحتى الضغط عليه كيكون ناقص. داكشي باش كينصحوا الناس دابا انهم يشارجيو الطوموبيلات ديالهم في الليل، يعني كتجي كتكون داير واحد التايمر الطوموبيل ديالك كتريقلها انها ما تبداش تشارجا حتى من بعد 12 ونص، يعني حتى واخا درت لها البريز في النهار كتبقى جالسه تسنى حتى وكان توصل 12 ونص، ديك الساعه عاد كتولي تبدا كتشارجا. في الحاله هذه كيكون المصروف ديالها ناقص. ولايه كاليفورنيا هي واحده من اوائل البلايص اللي كتدعم هذا التوجه ديال السيارات الكهربائيه، وداك الشيء علاش كانوا كيديروا بزاف ديال التسهيلات والمساعدات باش يشجعوا الناس يشريوا طوموبيلات ديال الضوء ولا طوموبيلات اللي كيكونوا هايبريد
اللي زعما كيكون فيهم كيخدموا بالضوء ويخدموا بالمازوت. هذا القانون ديال الانسنتيفز ولا هما التحفيزات اللي كانت دايره كاليفورنيا باش تحفز الناس يشرو طوموبيلات ديال الضوء هو كالاتي: انه هذيك 250 الف سياره اللي كتصنعها واحد الشركه معينه كتكون داخله في هذا البرنامج ديال الانسنتيفز. يعني اللي شرى طوموبيل من هذيك اول 250 الف سياره اللي صنعتها واحد الشركه ديال السيارات اللي هي هايبريد ولا ديال الضوء كيستافدوا من هذا الانسنتيف. انا ملي شريت الطوموبيل ديالي كانت مازال داخله في هذيك 250 الف، يعني اول 250 الف ديال هذاك النوع ديال السيارات، يعني استفدت من هذاك الانسنتيف اللي كان هو 7500 دولار. تقدر تكون شي امور اخرى اللي ما عنديش انا عليها درايه، ولكنني كاينين بزاف ديال الانسنتيفز اللي كتحاول كاليفورنيا تعطيهم طيب للناس باش تشجعهم يشرو الكتريك كارز ولا الهايبريد. العام اللي داز 2022 ولايه كاليفورنيا صادقت على واحد القانون جديد، انه في عام 2035 الناس ما بقاوش عاد يقدروا يشرو طوموبيلات جداد ديال المازوت ولا ديال ليسانس. طوموبيلات اللي يقدروا يشرو غادي يكونوا ديال الضوء بواحد النسبه كبيره ولا هايبريد بواحد النسبه قليله، يعني دوك الطوموبيلات الهايبريد غادي يكونوا قلال. السيارات اللي غادي تباع جديده على الاقل 35% منها خاصها تكون الكتريك، واحد النسبه قليله تقدر تكون هايبريد، وهذه النسبه هذه كترتفع ل 68% بحلول 2030، وبحلول 2035 غادي تولي 100%. هذا هو الهدف ديالهم. حاليا في كاليفورنيا كاينه 80000 public chargers، وهما خدامين حاليا عاوتاني على انهم يبنوا 17000 chargers، يعني public chargers باش الناس يكون عندها فين تشارج. ولكن من هنا ل 2030 غادي خصهم يكونوا بناو 1,200,000 public chargers للناس باش يحققوا هذا الهدف ديالهم. هذه هي اوريكل، هذه وحده من عمالقه التكنولوجيا هنا في ولد السيليكون. وحده من الفوائد ديال السيارات الكهربائيه هي الفوائد الصحيه، انه بسبب السيارات الكهربائيه عادي نقصوا من تلوث في الهواء، وعادي تنقص لينا بزاف ديال الامراض اللي عندها علاقه بالتنفس. هذيك الامراض اللي عندها علاقه بالتنفس عادي تنقص، واللي عادي ينقص لينا حتى عدد الوفيات اللي كتكون بسبب هاد الامراض. وواحدة من احسن الفوائد هي انها كتحافظ لك على جيبك. كيفاش؟ انه بالنسبه للمازوت كتنقص لك 50% ديال المصاريف ديال المازوت، وبالنسبه عاوتاني للمينتنس اللي هو زعما ملي كتمشي تعاود الفيدون وتصاوب بزاف ديال الامور اللي كتكون في الطوموبيل اللي هي ديال ليسانس عاديه، بالنسبه للطوموبيل الكتريك الامور هذه ما كتكونش فيها، يعني ما تحتاجش دير ليها الفيدونج وبزاف ديال الامور. وهاد القضيه هادي كتنقص لك تقريبا 40% من المصاريف اللي كتصرف على المينتنس ديال الطوموبيل ديالك. بالنسبه لتسلا نورمالمون ما عمرك تحتاج تبدل هذوك البلاكيطات ديال الفران، هذوك البلاكيطات ديال الفران ما عمرك تحتاج تبدلهم، كيكونوا افي. وكاينه بزاف ديال الامور، حتى ملي كتمشي دابا كاع لا ميزو باش يديروا لك هذيك لا فيزيت ولا المسائل ديالهم، كيدخلوا غير كيديروا واحد ديغنوستيك كيشوفوا اشنو هو الحاله ديال الباتري وهاد المسائل الاخرى اللي عندها علاقه بالطوموبيل ديال الالكتريك. وحاليا معظم الى ما كانوا كل شيء معظم طوموبيلات جداد ما كيجيش معاهم رويده سكور، هذيك سبير تاير ما كيجيش معاهم، دابا مابقاوش كيخرجوا. من بين الامور اللي خاصها تطور باش الناس تدعم اكثر وتشري طوموبيلات ديال الضوء هي انهم يوفروا لهم الشارجورات، وهذا الشيء اللي كما ذكرت من قبل راه كاليفورنيا خدامه عليه. والحاجه الاخرى اللي خاصها تطور عاوتاني هي الدرايفين رينج، وهذا عنده علاقه بمصنعين السيارات اللي خاصهم يطوروا من المسافه اللي تقدر تضربها الطوموبيل قبل ما خاصها تشارج. والحاجه الاخرى اللي تقدر تكون اهم هي الافوردابيلتي ديال هاد الطوموبيلات، يعني شحال الثمن ديالهم في السوق، يعني خاصهم يحاولوا ينقصوا من هاد الثمن ديالهم باش الناس اللي لو انكم يقدروا يشروهم. وداك الشيء باش كاليفورنيا كتحاول دير هاد الانسنتيفز باش تعاون الناس تشجعهم يشرو. من خلال المناقشات ديالي مع الناس هنايا بزاف ديال الناس كان عندهم واحد السبب اللي كيخليهم ما يشروش هاد الطوموبيلات ديال الضوء، اللي هو كيخافوا دابا في المثال يكون الانسان غادي في الطريق
وما يحسبش الحساب ديالو مزيان ويتسالي له الشارج ديال الباتري. في هذه الحاله هذه الناس كتقول لك انا الا وقع لي هذا الشيء شنو خصني ندير؟ لان فرض الانسان كان غادي ونسى ما ضرب الحساب ديالو وسال له الشارج، يا نورمالمون الطوموبيل راه كتعلمك الا كنت غادي شي بلاصه وكتقول لك ادير واش تقدر تمشي ولا ما تقدرش تمشي، زعما واش تقدر تمشي وترجع مزيان ولا لا. وهي المهم كتعطيك بزاف ديال النقاط اللي تقدر تشارجي فيهم وكتقول لك شحال خصك باش توصل ليهم. المهم لين فرض الانسان ما ردش البال لهاد الامور هادي ومشى وبقى في واحد البلاصه، حصل في واحد البلاصه مابقاش عنده الشارج، كتسوني غير على هادوك السيرفيس ديالك كيجيو لعندك كيجيبوا لك واحد الباتري كبير. المهم الطوموبيل جايبها باتري كبير وكات يعطوك الشارج تشارجي واحد المده حتى وكان يكون عندك الكافي اللي يوصلك لاقرب شارجور. وعلى سلامتك هذا الامر هذا يقدر يكون مكلف شويه، انا ما عرفتش بشحال بالضبط لحقاش الحمد لله ما عمرها وقعت ليا، وليني هذا لو شوا هذا راه كاين، هذه القضيه هذه راه كاينه. بالنسبه لكاليفورنيا هي الولايه اللي فيها اكبر نسبه ديال الكتريك كارز، السيارات الكهربائيه. وسان ماتيو كاونتي كما غادي نوريكم دابا في الماب هي واحد الكاونتي اللي كتكون بزاف ديال السيتيز. هاد الكاونتي هادي هي اللي فيها اكبر نسبه ديال السيارات الكهربائيه في كاليفورنيا. واحد من الاسئله اللي تقدر تطيح لكم في بالكم، شكون هما هاد الناس اللي كيشرو سيارات الكهربائيه؟ شكون الناس اللي عندها اقبال على السيارات الكهربائيه؟ وهاد المعلومات اللي كنعطيكم انا حاليا راه موثوقه، يعني جايه من مصادر حكوميه موثوقه. انا غادي نخلي لكم جميع المصادر في الديسكريبشن ديال الفيديو. الناس اللي عندها اقبال على شراء السيارات الكهربائيه هي affluent college educated people، يعني الناس اللي عند كيكونوا اغنياء نورمالمون وكيكون عندهم قاريين، يعني كيكونوا قاريين يعني مثقفين، عندهم على الاقل على الاقل كيكون عندهم واحد الديجري ديال الكوليدج، يعني بحال نكونوا في المثال الجامعه. و75% من هاد الناس يا اما بيضين يا اما عندهم اصول اسيوي. هادو هما الناس اللي عندهم اقبال بزاف على شراء السيارات الكهربائيه. بالنسبه للاثمنه ديال السيارات الكهربائيه، متوسط الاثمنه هو 58000 دولار، من قبل راه كانت 65000 دولار، ولكنني دابا حاليا راه تبدل ولات 58000 دولار. يعني من القدام راه كل شخص اللي عنده القدره انه يشري سياره كهربائيه ان شاء الله. وارخص سياره كهربائيه متواجده حاليا في السوق كدير 27500، يعني تقريبا 27 مليون. وهذه بالنسبه لكاليفورنيا راه تقريبا الثمن ديالها راه في المتناول، ولكن بالنسبه للثمن راه كيبدل بزاف ديال الامور، بزاف ديال لي زوبسيون في الطوموبيل، يعني عند رخصو تخلي نصو كما كيقول هذا المثل. واحد النقطه اللي نسيت ما هضرتش لكم عليها بالنسبه للسيارات الكهربائيه، نورمالمون السيارات الكهربائيه ما كيكونش فيهم الصوت، يعني كيكونوا صامتين لحقاش ما فيهمش داك الموتور اللي كيدير الحس، يعني كيكونوا صامتين. وهذا الامر هذا صحيح بالنسبه لمعظم السيارات بالخصوص السيارات ديال تسلا، الا انه مؤخرا ولاو كيزيدوا واحد الصوت بالخصوص في امارشاريان الطوموبيلات، لحقاش لقاو واحد المشكل ديال انه ملي كتكون الطوموبيل راجعه امارشاريان الناس ما كتسمعهاش، يعني هاد الموديلات الجداد كامل ديال تسلا ولا فيهم واحد الصوت ملي كتكون راجعه امارشاريان الطوموبيل كدير واحد الصوت باش الناس اللي موراك تسمع بانك داير امارشاريان، باش يتفاداو الحوادث. بالنسبه للطوموبيل ديالي انا اللي هي نيسان ليف، من قبل ما كانش فيها حتى هي الصوت، ولكن واقيلا وقع لهم حتى هما شي مشكل بحال هذه الطريقه هذه ولاو داروا فيها الصوت. هذا الصوت هذا اللي داروا فيها كيكون فيها في امارشاريان كما قلت لكم، وعندي حتى واحد الصوت عاوتاني ملي كان يلا كنقلع من 0 حتى 25 مايل في الساعه كدير هذاك الصوت، ولكن ان فوا كنفوت 25 مايل في الساعه كتولي صامطه ما بقاش فيها الصوت. المهم الخوت كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تخلوا لي الاراء ديالكم في التعاليق وتقولوا لي واش نتوما عندكم فكره انكم ديروا طوموبيل ديال الضو ولا بغيتوا غير طوموبيل عاديه. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، الى باقي ما درتوش ليا سبسكرايب على القناه ديالي في يوتيوب ما تنساوش ديروها، ويمكن لكم ديروا متابعه حتى على الفيسبوك وعلى الانستغرام. شكرا بزاف وتهلاو فراسكم، السلام عليكم ورحمه الله.